بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. موضوعنا اليوم جميل جدا في اليونيتي. بداية يعني بحب أهنيكم في شهر رمضان وأتمنى لكم السلامة ولأهلكم للجميع، وحفظ الله على جميع المسلمين. وطبعا موضوع اليوم زي ما تحدثت موضوع سهل إن شاء الله وموضوع جميل. هنتحدث عن الحركة في داخل برنامج الانيميتد، طبعا الحركه without coding. يعني لسه لحد الان احنا ما دخلنا في الكودينج، وان شاء الله المحاضره القادمه مباشره هيكون معنا اول مثال براكتس على عمليه اللي هو embedded coded in Unity، كيف انه احنا بنضيف الكود. طبعا اللغه اللي هنستخدمها هي لغه سي شارب، وسبق طبعا انا وضحت في الجزء النظري عن موضوع عملية الاستخدام، أو كيف إحنا هنستخدم هذا العمل، أو كيف هنستخدم هذه العملية بصفة عامة. طبعا زي ما إحنا شايفين هذه الشاشات تبعت اليونيتي اللي إحنا عارفينها وتعرفنا عليها سابقا. اليوم بدنا نركز على اللي هو الأنيميشن. بداية بنعمل نيو كيوب، خلينا نختار مثلا كيوب بالصورة اللي إحنا شايفينها أمامنا هذه. طبعا إحنا حاطين على الجيم مش على السين. بنختار طبعا اللي هو السين. يلا يا حاج، طبعا تغيير الجهاز جدا. الكيوب طبعا زي ما احنا شايفينه امامنا بالصوره اللي احنا شايفينها الان، هذا هو الكيوب اللي هنتحدث عنه. علشان نعمل طبعا اللي هي الانيميشن بنروح على ويندوز، ومن ويندوز بنروح على انيميت، انيميت انيميشن وثري، ومن انيميشن بنروح على انيميشن. طبعا الاختصار العام لهذه العمليه كلها هو عباره عن كنترول، يعني ضغط كنترول 6 بتوصل لهذه النقطة بدون أي استباقيات. بنلاحظ طبعا إنه صار في عندنا اللي هو الأنيميشن زي ما احنا شايفينه هنا. طبعا الأنيميشن خلينا بس أنا أرتبه كويس عشان احنا عايزينه طبعا بشكل طولي. الصورة اللي احنا شايفينها أمامنا هذه الأنيميشن زي ما احنا شايفين ظهر عندنا بالصورة اللي احنا شايفينها. واحنا طبعا محددين الكيوب، متاكدين ان احنا محددين الكيوب. في هذه الحاله بنروح على اد كومبوننت، ومن كومبوننت اد بنروح بنختار انيميتور. انيميتور طبعا الانيميتور هذا هو المسؤول عن الحركه. لما نختاره، مجرد ما نختار الانيميتور طبعا بيتم اضافته طبعا لمين؟ للانيميشن بالصوره اللي ظهر امامنا هان بكل الخصائص طبعا اللي واضحة أمامنا. بعد هيك طبعا بنروح بنختار العنصر اللي احنا شايفينه أمامنا هنا اللي هو الانيميشن زي ما احنا شايفين. واحدة طبعا الآن بعد ما عملنا الانيميشن وصارت بالنسبة لنا جاهزة الآن زي ما احنا شايفينها هيك، بنحددها طبعا. واحنا محددينها بنروح بنحدد طبعا الكيوب في الأساسي، وبنعمل الآن عملية اللي هو ايش؟ كريت انيميشن. طبعا هنا عادة بده ايانا نسمي في عنصر القصة هذه، فبنضيف ملف مجلد جديد عشان نسميه اللي هو انيميتور عشان نضاف مع الاسد. نسميه على سبيل المثال انيميشن فولدر او اي اسم انت بتختاره، يعني مش شرط. وبنفتح طبعا انيميشن فولدر وبنخزن العملية هذه، بدنا نسميها اللي هي الكيوب مثلا موفمنت بالصورة هذه. طبعا مجرد ما ننفذها عشان تمشي الامور بنلاقي عندنا طبعا صارت اللي هي الحركه اللي احنا شايفينها امامنا. هذا هو عباره عن التايم لاين. التايم لاين بيبدا طبعا من الصفر زي ما احنا شايفين هيك، 5 ثواني، 10 ثواني، 15، 20، لحد اللي هو ال 1 مينت، ال 1 سكند اللي هي ثانيه واحده فقط. طبعا العمليه بكل بساطه بتبدا بالصفر، بعدين مثلا احنا بدنا نخليه مثلا في النقطة هذه ينفذ عنا عملية أخرى، أو ما ينفذش عملية أخرى، أو بالطريقة اللي احنا شايفينها مثلا ممكن نقدمه لحد هان. ونرجع طبعا على اللي هم المعاملات اللي احنا شايفينه. مثلا أنا عايز روتيشن هان مثلا 45 عند هذه النقطة. طبعا هذا العمل الآن بدي يتنفذ، فعشان يتنفذ لازم أكون أنا أخذت اللي هي الريكورد. فبرجع طبعا عند النقطة الأصل وبنبدأ في تسجيل الحركات زي ما احنا شايفين. باجي عند العشر ثواني مثلا هان وبقول له أنا بدي 45 زي هيك الصورة هذه، بلاقي عمل كي فريم تو كي فريم. وبعدين مثلا في المنطقة هذه بدي يصير كمان مرة صفر.
وبعدين كمان مرة عند هذه النقطة بدي إياه يصير سالب 45 يتجه في الاتجاه الآخر، وعند طبعا ال 55 هنا بدي إياه يرجع 00 دوري صفر. الآن لو أنا وقفت طبعا عملية التسجيل وأجيت أنا أستعرض إيش اللي صار، شايفين كيف العملية اللي أمامنا هذه؟ طبعا التايم طبعا ما في مشكلة، خلينا نستعرضه بالجيم سين زي كذا. لو ضغطنا بلاي الآن عشان نشوف كيف العملية هذه بتصير. ليه؟ معلش شوية وقت، شوية شوية وقت. زائد إن إحنا برضه بدنا نغير زاوية المشاهدة. فبنرجع على السين. طب طب بدينا على السين. بدنا نغير اللي هي اتجاه الكاميرا. خلينا بالصورة هذه هيك، ولكن خلينا نقرب على الشكل أكثر من هيك، ممكن تكون أفضل. هذا الكمبونات تتحرك، نرجع الكاميرا. قرب 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 علي، قرب 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 قرب، يعني ممكن يكون منطقة أكثر. نرجع الجيم برضه عشان نأخذ العملية الآن عشان نشوف إيش اللي عملناه بالضبط. طبق يا باشا. يلا بلاي. اوكي. طبعا في شغلة كمان بدنا نركز عليها. بنرجع طبعا على الشكل وبنحدده. في جزئية طبعا مبدئيا هذه النقاط احنا نقدمها. حتى نحس انه صار في تغيير فعليا. هذه قد احنا غيرنا مواقع النقاط، وبنرجع كمان مره عشان نشوف العمليه، يعني نوعا ما صارت ايش مقبوله اكثر. الان بدنا نعمل كمان انظر، يعني حركه ثانيه. الحركه هذه بتخص اللي هو التغييرات في الحجم. يعني احنا غيرنا في معامل الروتيشن في الترانسفورم، بدنا نغير الان في عمليه اللي هي ايش السكال. خلينا نغيرهم واحد واحد. اول شيء بشكل عادي، بعدين عند النقطه هذه طبعا بدنا الواي تصير 2 مثلا، تمام. عند النقطه هذه بدنا الواي ترجع 0، ولكن الاكس بدها تصير ايش؟ لا سوري، فيش 0 فيهم، هم 1 فعليا، تمام. طبعا هو ما نفذش الاكشنات اللي احنا نفذناهم لانه احنا مش مسجلين التسجيل. نضغط تسجيل زي هيك. عند النقطة هذه طبعا اول مرحلة بدنا اياها للواي، خلينا نخلي الواي 2. وتعال عندي هنا عند الواي بدي اياها ترجع 1، والاكس تصير 2. نرجع عند النقطة هذه ايضا نرجع الاكس ل1، ونخلي الزد تصير 2. وعند النقطة هذه نرجع نخلي هذه تصير 2 وهذه تصير 1. وآخر نقطة طبعا اشتغلنا عليها بدنا اياهم كليتهم يرجعوا للواحد. بنوقف طبعا عملية التسجيل وبنيجي نشوف ايش اللي عملناه بالضبط. ممتاز، بس في يعني سرعة زيادة عن اللازم. مبدئيا عندنا اللي هي طبعا خيارات الاسكال اللي هم آخر اشي. عندنا الاسكال هذه حتنتقل للنقطة هذه الصورة هذه هيك، وعندنا ايضا الاسكال هذه حتنتقل للاخيره، وحنقدم على خط الزمن ونستدعي طبعا العمود تبعنا هان يرجع للنقطه اللي كله يتساوى فيها. طبعا هنسجل الريكورد بس عشان هذه نرجع 1. من التسجيل تعال نتفرج سوا سوا. لسه بدي تمديد كمان. طب اخر نقطه احنا في صدد طبعا زيادتها شوية، حتى مش دقيقة، بدناها تكون أكثر من ثانيتين. نطول الرولة، نقرب الرولة من هان،
دي آخر نقطة، وهدول النقطتين طبعاً فعلياً بديهم في الآخر، مع معامل الروتيشن طبعاً في المنطقة هذه. الروتيشن هي معامله بالضبط كده. الآن خلينا نشغل ونشوف، يعني نوعاً ما صارت مقبولة. مجموعة من الأشياء بدنا نتعرف عليها طبعاً. وقف الريكورد. في مجموعة من العوامل، مثلاً يعني بدي أعرف أنا، صار عندي في الأسيت هنا فعلياً، لو إحنا نزلنا هذا الكلام لتحت شوية، تمام، صار في عندي اللي هو ملف أنيميشن. الأنيميشن فيها يعني بروسيجر. أول إشي اللي هو الكوب موفمنت هذه، واللي تأكد من كلمة اللي هو اللوب، يعني إنه تايم لوب، إنه متكرر. وعندنا طبعا اللي هي الأساس، اللي هي الأنيميتر الأساسي اللي هو الكيوب، اللي إحنا سميناها على الكيوب. طيب لو ضغطنا على الكيوب الآن، بظهر عندي مجموعة من الأشياء اللي لازم أتعرف عليها. هذا هو التسلسل الفعلي للحركة، يعني كيف الحركة مشيت معنا. إنتري يعني الدخول، وبروح على الموفمنت للأكشن الثاني. طيب لو أنا فرضا مثلا بدي أرجع على العملية اللي أنا شغال فيها هنا، وحاب إن أنا يعني أعمل نيو موفمنت، عندي طبعا أنا زر في إنفنتوري ولا كي فريم، احنا عايزين نضيف اللي هو نيو موفمنت. طبعا نقطة استنى بس اتأكد منها، في هنا هنا بس شوية عجزات عندك على هذه، بس عشان الحركة تزبط معنا فنحدد كل النقاط هذه. في مخطط في دماغي لتحريك السين اللي هو الخاص بالسين بالصورة هذه. في هذه الحركة بدنا نغير في تبعها. أول نقطة بدنا إياها تكون صفر صفر زي ما احنا شايفين هيك، فكله بدنا إياها يكون صفر. عند 30 بالضبط المنطقة هذه بدنا نغير في الروتيشن للزد بحيث إنه يصير 45، وطبعا في الدقيقة هنخليه يصير صفر. وأيضا في حركة اللي هو رلة الماوس هيك بتخلينا نقرب أيضا. في الدقيقة ونص في هذه المرحلة عايزين يصير صفر سالب 45، طبعا سالب 45 بالصورة هذه. وفي الدقيقتين بدنا إياه يرجع لأصله. طبعا هذه النقطة من هي سالب 45 وليست بالضبط. وعند دقيقتين بالضبط بدي اياه ايش يصير صفر. وعلى نفس الوتيرة طبعا بدنا نغير برضو في موقع اللي هو الاسكال. اول اشي الواي بدي يصير 2. في النقطة الثانية طبعا ها بالضبط بدي هذا يصير 1 والاكس يصير 2. وعند هذه النقطة ايضا بدي الاكس يصير 1 والزد تصير 2. نرجع عند هذه النقطة أيضا بدي الواي تصير 2 والإكس والزد تصير 1. وآخر نقطة طبعا بدي كله يرجع لأصله. الآن لو وقفنا هذا الكلام وجينا نتفرج على الشكل كيف صار، تمام، تقريبا هذه هي شبه الحركة اللي احنا بنبحث عنها. نرجع الآن عشان نتعرف على العملية. طبعا هنا بدنا نعمل له أد للكونسول عشان نرتاح، عشان ما نضلناش ننقل فيه بس. نرجع طبعا للي هو إضافة كمان حركة. طبعا احنا لو رجعنا على البروجكت زي ما كنا وتفرجنا على اللي هو الكيوب المتحكم، هذا يسمى ترانزيشن. ترانزيشن يعني انتقالة، يعني في كل الحالات بداية الدخول تبعته حتنقله على الموفمنت هذه. لو حددناها طبعا بيقول لي ايش اسمها، اللي هي اسمها كيوب موفمنت هذه، وايش السبيد اللي بتتحرك فيها، وباقي الخصائص الموجوده امامنا. لو بدنا موفمنت اخر نعمل كمان يعني انذر موفمنت، بروح على انيميشن، ومن انيميشن بنختار من هنا نيو طبعا كليب، بقول لي ايش بدك تسميه. خلينا نسميه كيوب 2 او كيوب 2 موفمنت او الاسم اللي انت بتختاره. طبعا لاحظ انه صار عندي اكشن معين هنا
كيوب 2، لكن فعليا ما في، يعني ما في اي حركات فيه، لانه انا ما سجلتش لسه له ولا اي حركه، ولسه عمليا ما في شيء، اي شيء جديد. فبنرجع طبعا على السين وبدنا نحرك اللي هو الموفمنت 2. انا خاطري انه احنا نستخدم معه الاسكال، وبنحدد العنصر هذا وبنسجل حركات طبعا للاسكال. بدي اياه يتحرك طبعا عند اللي هو ال 20 ثانيه مثلا. خلينا نغير في البوزيشن تبعه، بدي البوزيشن تبعه او خلينا نحركه بالاكسون، يروح عند هذا النقطه ويتقدم لعند هذا النقطه، ومره ثانيه بدي اياه ايش يرجع للدرجه هذه عند الـ50. خلينا نعمل رجة خفيف يعني يروح، والدقيقة بالضبط بدي ايش يرجع. الآن لو وقفنا هذا الأكشن وجينا نتفرج عليه من بدايته، ممتاز، يعني حركة تقريبا منطقية. بنرجع طبعا على الأكشنات اللي كنا نشتغلهم، وبنختار طبعا كيوب عشان نشوف الأنيميتر. الآن بدنا نتعرف على، بدنا نربط هذا كيوب موفمنت مع هذا الكيوب موفمنت، او كيف بدنا نعمل اللي هو عمليه الكوليكشن او عمليه الكونكشن بتوين ذيم. بكل بساطه بضغط الزر الثاني وميك ترانزيشن. مجرد ما عم ميك ترانزيشن شايف السهم اللي بيطلع معي هذا، هذا بيعطيني حركه. طبعا احنا بدنا الترانزيشن عند هذا ويكون لها شرط، يعني يعمل انتقال للحركه الثانيه ولكن انتقاله مشروطه. فخلينا نشوف كيف العمليه بتصير. ميك ترانزيشن بيعطيني طبعا زي هيك، باشر على كيوب 2 بضغط عليه، بحدد الترانزيشن نفسه. الان لما احدد طبعا الترانزيشن نفسه، باجي هنا بضيف ايش هي اللاير. طبعا بدنا نشتغل على اللاير، بدنا نشتغل على الباراميتر. لما نضغط طبعا هنا على الباراميتر بيجي بيقول لي هل هو انتجر ولا بول ولا تريجر ولا فلوت. خلينا نجرب في الاول اول اكشن منهم اللي هو ايش، انتجر. طبعا هو الان بده ينفذ لي على النيو لاير هذه، ما بدنا شيء على النيو لاير هذه، انا بدي على البيزك لاير اللي انا شغال عليها. بروح على الباراميتر بختار انتجر، بظهر عندي انتجر بسميه على سبيل المثال اول مرحله اللي هي بنسميها انت 1 او انتجر واحد. وطبعا باجي عليها نفسها على اللي هي الانتجر واحد، هذه الحركه اللي انا شغال عليها. يجي بقول له انه هذه الانتجر واحد، طبعا بدل ما هي ام بي تي هي ماخذه من انتجر واحد، طبعا لو في اكثر من وحده حيظل عندي قائمه. هان تجي هنا ايش هي الخصائص اللي بدها تتحكم في انتجر واحد. شوي بس الجهاز علق. طبعا استنينا لحد ما رجع. هنا اللي هو الجريتر، يعني اكبر من، ليس اقل من، ايكوال بيساوي، نوت ايكوال، كذا. انا بدي اياه مثلا لما يكون اكبر من 3 ياخذ ايش، اكشن معين على الحركه اللي احنا شايفينها امامنا. خلينا نطبق واحده واحده عشان تبقى الصوره يعني نوعا ما اوضح. خلينا نروح على جيمنج زي هيك، ونقول له طبعا في هذه المرحله احنا عايزينك تعمل اللي هو الران. طبعا لاحظ انه مشى معنا بالصوره اللي احنا شايفينها هيك بدون اي مشاكل. في العملية اللي ظاهرة أمامنا إنه ما دخلش على الأكشن، ففي مشكلة واحدة بدنا شاشة الأنيميتر هذه بدي أنزلها تحت لحاجة في نفسي عقوبة خطاها، فخلينا نجيبها هان. الأنيميتر بدنا إياها تجي تحت بالضبط، تمام. الآن في اللي هو الانتجر واحد هذه، لما نقول مثلا 3 احنا اخترنا انتجر، لا نيو انتجر، سوري نيو انتجر، نضغط 3. ليش ما نحركش عندك هذيك انتجر، انتجر وجريتر قيمة 3 طبعا اكتر من 3، يعني لازم تكون هذه 4. شايف كيف تحرك؟ حيظل يتحرك فيها طبعا بلوب لا نهائي لحد ما اجي هنا واقول له 3 كمان مره، برجعني على نفس الحركه اللي انا كنت بتفرج عليها. يعني هو موضوع شويه معقد ومحتاج وقت طويل لما الواحد يستوعبه، بس في كل الحالات احنا بنحاول ان احنا نبسطه. نراجع مع بعض الخطوات بشكل سريع. اول حاجه طبعا
واحنا محددين البروجكت زي هيك، بنحدد العنصر، ومن العنصر طبعا واحنا محددينه بنروح بنعمل له اد كومبوننت، وبنختار اللي هو انيميتر. بظهر عندنا الانيميتر كنترولر بالصوره اللي شايفينها هيك، وبنسمي طبعا له نيو انيميشن، وبعدين بنبدا نحركه على التايم لاين. بعد ما نحرك على التايم لاين بنروح نتفرج على الانيميتر بالصوره اللي شايفينها. الان في شغله مهمه جدا عشان ما يضلوش يروح ويجي لما لا نهايه، ممكن نحن نعمل كمان ترانزيشن، يعني ترانزيشن راجع. وترانزيشن هذا بدناش نحط عليه اي شرط، يعني الان لو اجينا مثلا نشوف العمليه كيف بدها تصير، ظل يتحرك طبعا لانه القيمه الاخيره دخلها 3، اضغط 4 مثلا، شايف كيف راح ورجع وهيروح ويرجع. كل ما بنفذ عمليه تضغط يروح ويرجع، ليش؟ لانه القيمه هان 4، لو رجعت القيمه هان 3 حيروح ومش حيرجع. ليش؟ لانه انت حددت قيمه 3 طبعا قبل ما يكمل اللي هي الموفمنت اللي بعدها. رجع هان بنقول له 4 مثلا، رجع اعطاني اللي هي الاكشن من جديد زي ما احنا شايفين. وممكن نحن كمان نرجع ل 2 مثلا وظله ثابت عندنا بالصوره اللي احنا شايفينها. الفكره في كل عمليات الانيميشن اللي احنا بنطلع عليها انه انت تبدا تدرك عمليه اللي هو بتحرك او ايش الشروط اللي انت ممكن تحركها. طيب لو انا بدي اختار انظر، يعني انظر وي، يعني انظر ترانزيشن، انا مثلا على سبيل المثال بدي مثلا اخلي كمان موفمنت ثانيه من انيميشن انا على سبيل المثال، او من البروجكت نفسه، خلينا نختار مثلا اللي هي 2 بالصورة هذه، ونروح على تو ونقول له والله أنا حابب هذا شوية جاهز مع اللينك، يعني أعمل كمان موفمنت. هذه الموفمنت مثلا بدي إياها تطلع فيه وتنزل لفوق، ستيب باي ستيب، يعني واحدة بعد الثانية. هذا كل اللي إحنا بنطلع عليه، أو كل الفكرة اللي إحنا بنحاول. علق الجهاز دقيقتين بس، تراضي خبطها بطلق. ايش راضي يعطينا اللي هو نيو انيميشن؟ بقيت اعمل كمان انيميشن بحيث انه يتحرك. طيب نستغل الوقت، في هذا الوقت بدي الكاميرا تحسن من موقعها طبعا، تمام، بنفس الوقت تبقى بعيده شويه عشان ما تصيرش الاكشن اللي تو شفناه. هذا نضغط الان انه يشتغل. تمام، نرجع على انيميتر هنا وبنختار 4. ممتاز، عندك تو موفمنت، حركتين هيك، تمام. طبعا انا كان في يعني خاطري انه حنغير كمان في الانيميشن، هنضيف كمان انيميشن، بس لحد اللحظه خلينا نختار من البروجكت اي انيميشن منهم. مش راضي يعطيني خاصيه اللي هو اذر موفمنت، او انه احنا نعيد كل الخطوات بشكل سريع عشان تبقى الشغله واضحه. خلينا نختار الكابسوليت، الصورة اللي احنا شايفينها امامنا. طبعا الكابسوليت حددها بداية عايزة تكون في مكان بعيد شوية، اللي هو سالب 4 على محور الاكس، ممتاز. بدنا الان نعمل لها اول خطوة اللي هي اد انيميتور. اد انيميتور طبعا بيطير بالصورة اللي احنا شايفينها امامنا هان. الان لو جينا على البروجكت هذا طبعا الانيميتور ما اتسمى بالصورة اللي احنا عايزينها، احنا ما سميناها. بدك تحذف هذه، حذف اللي هو ديليت، ممكن احددها ديليت، ما اعتقد ديليت هذه انيميتور بالصورة هذه. نبقى محددينه بالصورة هذه. في الأول احنا عايزين نضيف اللي هو الانيميتور، انيميتور زي ما احنا شايفينه الآن أمامنا بحر طبعا. الانيميتور طبعا اللي احنا عايزينه بدنا اياه من السين، اختار مجال زي هيك، بنفتح السفير هذه وبنقطعنا برضه مشية. طبعا الان بنروح على الانيميشن بالصورة هذه، نحدد العنصر محددينه وبنعمل كرييت، وبنسميه هذا مثلا
احنا نسميه اللهم صل على سيدنا محمد حبس، خلينا نسميه النت جهاز مع انه ويندوز جديد بس كابت تمام. وهبط الصورة اللي احنا شايفينها امامنا الان. لو رجعنا على الانيميتور طبعا بنلاقي ايش صورة كابس زي ما احنا شايفين، اللي هو الانتر الرئيسي وهو جاي من كابس. بدنا بس نعمل له طبعا اكشن بسيط جدا حق الكابس، بدنا يطلع فوق وينزل لتحت، هي كل الاكشن اللي بدنا اياه فيه. نحدد طبعا هاي السرعة وبدنا يصل ل 30 ثانية على يطلع لفوق يعني هنا، خلينا نقول 5 ترجع لصفر، الواي يطلع لفوق 5 طلع عن مدى الكاميرا، لقيت معدل الكاميرا فيش مشكلة حتى مش 5 هذه، خلينا نقول 2 ويرجع على هذه لواحد صفر. وطبعا عند دقيقة ونص هذا المنطقة بالضبط بدنا ناخذ كوبي كنترول سي، نحدد الموقع اللي احنا عايزينه ونعمل كنترول في علشان نرجع ايش نلصق اللي هم العناصر هذه. لو جينا نتفرج على الاكشن اللي احنا شفناه زي هيك يعني منطقيا ماشي حاله. طيب الآن لو أنا عايز أخلي الاثنين طبعا يعني الـ two motion أو two animation يمشوا مع بعض، لازم أخلي كل واحد فيهم في سين ويدمج في الآخر اللي هو مجموعة السينات. طبعا هذا كله اللي احنا تحدثنا فيه مقدمة للمحاضرة اللي هتيجي بعد هذه اللي هي مخصوص للماكسويل. الماكس طبعا ماكسيو هي موقع بنقدر ان احنا نجيب الكاركتر منه ونقدر نعدل على خصائصه، فهي هتكون محاضرة رقم 2 معانا في هذه الدورة في هذه الدراسة. ما حكينا يعني هي بكل بساطة الماكسو، ماكسو طبعا لازم يكون في لك حساب عليها، خلينا نعمل حساب على السريع ساين اب. بده منك طبعا الايميل، خلينا نقول له محمود @vip@gmail.com first last account. صح في الحساب على هذا الحساب بدنا اياه عشان تعرف كيف تعمل حساب على هذا الموقع. محمود مودة. بده باسورد طبعا، باسورد خلينا نختارها شوية صعبة. حتى هذا الحساب يعني هنعمله بحيث انه لو واحد فيكم عارف ايش يدخل على هذا الموقع يستخدمه، بدناش عملية اللي هو التعارض، فخلينا نحط كلمة مرور سرية. تمام، بعد هيك يعني طبعا هنا لازم تركز كلمة المرور مجموعة من العوامل لازم ترأيها انه وسمول وارقام ورموز. طبعا بلاك تايم بال انفيريتي، طبعا انا بقول لك في ايميل تعمل كرييت للاكونت بالصوره هذه، بيجينا فيريفيكيشن طبعا كود. دقيقه واحده خلينا اجيبه الـ verification code اللي ليش مجالش الـ verification code يعتبرها في الجيميل. اوه عم يعتش مش هذا الايميل اللي بدنا اياه، يعتش تيتو 2013 مش قصة كبيرة، في خطأ احنا ارتكبناه. نرجع طبعا لصفحة التسجيل @tito@gmail.com
visited. طيب احنا خليه يبعتنا كلمة المرور ما دام هيك. برضو كان أبي أقول ما أعرف بوجين أمي أكشي بالضبط. Is it your password? نشوف الكود بتاع الفيريفيكيشن. عندك الورد انت اتنين واحد أربعة. طبعا اللي عنده حساب على ادوبي بيمشي الحال، هذا نفس حساب ادوبي يعني. يلا خلينا نبدا فيها ان شاء الله المحاضره الجايه. سبحانك اللهم وبحمدك تبارك انت ممكن تعالى جدك ولا اله الا انت.